اهلا بحضراتكم من جديد، مكملين حوارنا حول السباحه الطويله وانجازاتنا في بطوله الجمهوريه وفوزنا بالمركز الاول سواء رجال او سيدات. وبرحب بسباحتنا سباحه النادي الاهلي ساره حسن. اهلا بيك يا ساره والف مبروك. الله يبارك في حضرتك. منوره قناه النادي الاهلي وبرنامج الابطال. منور بيك. شكرا. بنرحب بسباحنا سباح طبعا النادي الاهلي وصاحب المركز الثاني واللي جه من كندا مخصوص عشان يشارك في هذا السباق. برحب بكريم طارق. اهلا بيك يا كريم. اهلا بحضرتك. يمكن ابتدي بيك يا ساره، موضوع صعب يعني، انت كنت بتعوم في شهر 12، يمكن الرجال بيعانوا، ما بالك بقى بسباحاتنا بيعملوا ايه؟ كلميني عن البطوله واستعداداتها وحجم الجهد اللي انتوا بذلتوه عشان توصلوا للمركز ده، خاصه انت فزتي بالاول. اه الحمد لله. هو كان طبعا تجهيز البطوله كان صعب، ما كانش حاجه سهله خالص. بنجهز لها من اولها بثلاث شهور، منهم شهرين كنا لازم نروح نعوم في الاسماعيليه. الاسماعيليه زي ما كابتن عبد الله قال. وتماريننا كانت بتبقى اكتر من 8 9 كيلو في اليوم، ده برضو موضوع كان مجهد جدا. بلس بقى ظروف السبق. السبق كان زي ما حضرتك قلت في شهر 12، كان اليوم اللي قبليه كمان البطوله اتاجلت عشان الاحوال الجويه كانت وحشه جدا، فالبحر ما كانش حلو خالص. صح. وانا كنت بلعب الساعه 10، فبرضو ده توقيت مد وجزر، ف كان السبق كان صعب. خدتي ال 10 كيلو في قد ايه؟ ساعتين و15 دقيقة. حلو، رقم حلو. واللي بعديكي خدت يعني فرق قد ايه؟ اللي بعديها ساندي طبعا، بطلة اولمبية وبطلة افريقيا طبعا. بعديها على طول احنا كنا داخلين مع بعض، وكان سبق قوي جدا يعني، احنا كنا عايمين طول السبق مع بعض. و فرقت قد ايه؟ ثواني يمكن 10 ثواني تقريبا، حاجة بسيطة. حاجة قليلة قوي يعني، بس صعب صعب السبق يعني. انا مش متخيل يعني ايه 10 كيلو عبد العوم يعني، الموضوع صعب جدا جدا يعني. بس مبروك، حاجه كويسه جدا. ويمكن ده اول مره تعومي السبق الطويل؟ لا، انا عمته كذا مره قبل كده، واخدت تالت فيه قبل كده، بس كنت اصغر من كده. كم مره يعني قبل كده، اللي هو كم مره، كم بطوله دخلتيها السبق طويل؟ من وانا 14 سنه باخد اول مرحلتي وباخد تالت في العمومي، ولعبت بطوله عالم ناشئين. خدت فيها كام؟ خدت فيها المركز ال20. حلو جدا. على كام لعيبه؟ كنا 33 تقريبا. قول لك 20 كويس. الحمد لله. كان 20 كويس جدا. كان برده كان درجه حراره الميه كانت قليله جدا، كان الميه كانت فين؟ كانت في هولندا. يا ساتر. يا جماعه ده بيعذبوا السباحين والسباحات ولا ايه يا جماعه؟ ده صعب قوي الكلام ده يعني حاجه برده صعب. بس طب قولي لي يعني، يمكن الرجال كنا خدت راي محمد، قال لي انا كنت بقلق من السمك في الاول. ما تقوليش بقى، انت اكيد لسه بتقلقي من السمك يعني. مش يعني انا مش خايفه من البحر، بس لما بيبقى فيه سمك او كده، سمك كبير او كده، اكيد بخاف. طبعا. وانت بتعومي بتبصي؟ بس هم في شرم بيبقوا فريندلي يعني. مش لا، واخدين على السنوركلينج هناك كتير. والناس بتشوف، او السمك بيشوف بني ادمين، فمش قلقان منهم. بس حاجه صعبه. خلينا اجي لك يا كريم بقى، انت قصتك كبيره شويه. انت كابتن وائل دخل معانا على الهواء، انت وحجازي كنتوا خارج مصر، انت كنت في كندا. ايه اللي حصل بالظبط؟ كابتن وائل كلمك قال لك ارجع امتى؟ ايه اللي حصل؟ هو في الطبيعي اصلا ان انا ما بيبقاش عندي فرصه ان انا انزل في شهر 12، لان بيبقى اجازتي حوالي اسبوعين، ويبقى عندي معسكر تدريب في الجامعه، ما بقدرش ان انا اخرج عنه. بس تلعب سباحه في الجامعه؟ جامعه ايه هناك؟ يونيفرستي اوف فيجينا. تمام. فالطبيعي ان انا الاسبوعين دول بيبقى عندنا معسكر مغلق في الجامعه، ما بقاش الكابتن ما بقاش مفضل ان انا. بس هو لما كابتن وائل عايز يتكلمني وكابتن علام كانوا قايلين ان البطوله دي احتمال يبقى مؤهله لبطوله العالم، وفي فرصه ان انا انزل. فطبعا اتواصلت مع الكابتن، هو كان مرحب. و الكوتش بتاع الكندي ولا الكوتش الكندي، لما اتكلمت معاه وقلت له ان ده جول بالظبط، ما كانش عنده اعتراض. وتواصلت مع الكابتن ولا عزت وعلام، وبعتوا لي التيكت. وطبعا قبل ما انزل بيومين كانت كندا قفلت الطيران مع مصر، وكانت الرحلات كلها، حتى التيكت اللي انا كنت بعتها لكابتن وائل اتلغت. يعني قفلت بس مع مصر؟ هي كانت قفلت مع 10 دول في افريقيا، منها مصر وزيمبابوي. بس بعد كده عملوا لوك داون كامل، خلاص قفلوا كل رحلات مع كل دول العالم. بالظبط بعد ما نزلت الكلام ده حصل. بس قبل ما انزل كان ال 10 دول اللي هم بتوع افريقيا بس. وطبعا كابتن وائل قال لي الدنيا هنعمل فيها ايه، فقلت له ممكن انزل كونكشن في حاجه ثانيه. فاضطريت ان انا انزل في باريس الاول، قعدت هناك حوالي 5 ساعات، وبعد كده جيت دايركت على مصر. ولما جيت هنا طبعا كان فاضل حوالي 10 ايام على السباق، اضطريت ان انا احاول. بس انت ما شاء الله جاي جاهز. بالظبط. الحمد لله يعني. فاضطريت طبعا ان انا احاول اظبط النوم طبعا والساعه البيولوجيه بتاعتي، والحمد لله ربنا اكرم. طب قول لي يا كريم، انت بتدرس هناك كسكولر شيب ولا رحت سكولر شيب؟ بالظبط. برافو. طيب ورحت من خلال بطوله عالم، هل رحت بطوله افريقيا؟ رحت ازاي ولا راسلت جامعه؟ انا كنت بدات بس الجامعه من وانا عندي 19 سنه، لان انا كان بقالي الحمد لله سنتين كنت بكسب سني في ال 800 ل 1500، وكانت ارقامي بتتحسن.
فبدات اتواصل مع بدات اتواصل في امريكا وكندا وبدات اتكلم الكباتن واقول لهم البروسيس بتاعتي وانا ماشي ازاي والتمارين واللايف ستايل. والاكتر حد ان انا حسيت ان هو متفاهم وحاسس ان محترم. ان انا هو ده. طب بتدرس ميجور ايه هناك؟ انا فاينانس وماينر ايكونومكس. برافو. في سنه كام؟ فاضل لي 3 سيمسترز. انا حاليا في سنه رابعه. انت في سنه رابعه، انت فاضل لك سيمستر تاني. لا في كندا علشان اليو سبورتس اللي هي البطوله الاساسيه في كندا بيبقوا سامحين ان الرياضيين ياخدوا سنه زياده بحيث ان هو يبقى اللود عليهم في الدراسه اقل سنه. حلو. يعني انت 5 سنين. بالظبط. برافو، فكره حلوه جدا. فانا يعني بقى هم يدوا للرياضيين سنه زياده يوسعوا لهم المواد عشان يدوا له فرصه يلعب رياضه. ايه يا جماعه ده؟ بالظبط. وان هو برضه هم هناك عندهم حاجه اساسيه ان لازم حضرتك توفق بين الرياضه والدراسه، لازم الاثنين يبقوا ماشيين مع بعض. فالسكولرشيب بتقع لو الرياضه وقعت او لو الاكاديميك وقعت. بالظبط. طب قول لي انت على مستوى مثلا يعني السباحه هناك، طبعا تورونتو، انت قاعد في تورونتو؟ لا انا قاعد في ريجينا. طب هي دي مدينه ساحليه اكيد ولا بتحتاج تاخد مشوار كبير عشان تروح للتعوم؟ يعني بتعوم ازاي ولا انا في الاساس اصلا بتمرن في الجامعه في بسين الجامعه عادي، بس في فتره الكورونا لما الدنيا وقفت والدراسه قلبت اونلاين والسباحه هنا كمان كانت في العالم كلها واقفه، كنت بدات زي استكشاف كده المفروض اعمل ايه الفتره اللي جايه لما ارجع من الكورونا، لان حضرتك لما بتقعد كتير مستواك لما بيرجع محتاج وقت. صح. فكنت بدات ابص على الطويله شويه لان انا ما كنتش عندي خبره في الطويله، ما كنتش نزلت كتير، فبدات استكشف. وكان عندنا التجارب اللي هي البطوله الافريقيه، كانت اول مره انزل 5 كيلو كعمومي وحققت فيها مركز ثالث الحمد لله طبعا، بس ما يعني ما توفقتش ان انا اسافر. بالظبط. والبطوله دي بقى لما قالوا ان هي عليها بطوله عالم انا كنت جاهز من قبليها والحمد لله، يعني ربنا يوفقك في اللي جاي كريم ان شاء الله. بس خليني اجي ساره، قولي لي بقى الكوز دي، يعني كلمينا عنها، قولي لي يعني الكاس ده بتاع ايه مثلا؟ انا مش قادر اقرا الكاس ده. النادي الاهلي حقق المركز الاول في العمومي رجال. ده الرجال، ده كاس الرجال. تمام. واللي جنبنا ده انسات، ده المركز الاول عمومي انسات، ده بتاعك انا وساندي و ده للفريق كله. للفريق كله. انما النادي كفردي ما بتاخدش كاس لوحدك، باخد ميداليه بس. تاخد ميداليه. تمام. ودي الدرع العام. كل ده، بس الكاس ده بتاع السيدات. بس هو مش اكبر شويه، هو نفسه تالي ليه مميزين السيدات مخلينه الكاس اكبر شويه، بس لا مش مشكله. بس ده سيدات. اللي جنبه بقى الكبير ده العام بقى. الدرع العام. الدرع العام ده للرجال وسيدات بس، كل الاعمار والعمومي. يعني البطوله دي كان مشارك فيها اعمار تانية. عشان كده احنا خدنا الدرع العام. طب ما ده كويس جدا على فكره، يعني ده يدل لك برضو ان احنا مش متفوقين بس في العمومي، لا ده احنا على مستوى، ما انت بتقولي من 14 سنه وبتعومي. وده الكبير بقى الساده المشاهدين يعني بتستعرضه، ده بتاع الكؤوس او كاس الدرع العام. خليني اقول لكم يعني ايه درع عام، يعني انت شاركت في مجمل السباحه الطويله في البطوله دي انت البطل، سواء عمومي سيدات 18 16 ما اعرفش الاعمار السنيه بتبقى ازاي، صح لما اقول كده مظبوط، و14 وماشيه سنتين انت واخد كل الدرع ده، وفي نفس الوقت انت واخد رجال وسيدات. خلينا اسالك يا ساره، يمكن يعني اللي جاي ايه؟ يعني انا خدت بطوله، احنا النادي الاهلي اتعلمنا، وكابتن محمود الخطيب قال لنا الكلام ده كذا مره في كذا مناسبه الحقيقه، الراجل دايما او يعني كابتن محمود الخطيب بيتك حته دي، ان خلاص اللي انت كسبته بقى ماضي، اللي جاي هو الاهم. ايه اللي جاي عندك وانت مركزه فيه سواء النادي الاهلي او المنتخب؟ هو طبعا في بطوله الجمهوريه بس القصيره، هتبقى في شهر 2، فهي دي اقرب تارجت او اقرب جول. بعد كده المفروض في تاهيل لبطوله العالم. أيوة. الطويله اللي احنا امتى دي بقى؟ بطوله العالم في شهر 5. طب التاهيل بتاعها لسه ما نعرفش. لسه ما تعرفيش. بس هي دي من الحاجات المهمه في المحطات طبعاً اللي جايه. طبعا. وبطوله العالم، وبعد كده نبص على الاولمبيات بتهيألي. مش هو ده السيكونس اللي ماشيين؟ انا فهمت كده من محمد عادل. طب خلينا اتكلم عن يعني الصعوبه اللي قابلتكم بالذات في السباق ده، بس خلينا نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين، نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا عن السباحه الطويله ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. انا عايز اقول لكم ان احنا في الفاصل اتكلمنا كلام يعني الحقيقه صعوبات كبيره جدا بتقابل سباحنا وسباحاتنا في المسافات الطويله، من ضمنها كنت اتكلمت مع ساره في انه وانت بتعوم انت مش بتعوم في يعني 10 كيلو وان واي كده او ستريت، لا انت بتعومهم حوالين مثلث وساعات مربع على حسب التنظيم. فانت يعني اني اسهل لك، مربع ولا مثلث؟ المربع بيبقى اسهل لان المسافات بين المراكب بتبقى صغيره، فببقى يعني ببقى شايفه المركب اكتر، فمش بيبقاش في فرايتي ان انا اتوه قوي. لما انت لو مثلث ممكن تتوه، يعني ممكن تمشي في اتجاه غلط.
طب هسال سؤال معلش، استحملين ان الساده المشاهدين انا بشوقهم للرياضه بتاعتكم. انتوا المثلث بيبقى مركب على راس كل مثلث وانتوا بتلفوا من حواليه. طيب انا لفيت، لما بلف عند المركب وبرفع وشي كده بشوف المركب الثاني ولا الميه بتبقى عاليه ما بشوفش؟ على حسب الميه عامله ايه يعني. ممكن لو البحر هادي ببقى شايفاها، ممكن لو البحر مش هادي مش ببقى لمحاها قوي فبضطر اعوم شويه على اللي انا عارفاه لحد ما المح المركب واعدل نفسي تاني اعدل اتجاهاتي تاني. طب احنا لينا شويه صور كده عايزين نستعرضها معاكم وتقولوا لنا برده، تكلمونا عنها نستعرضها كده لو موجوده يا جماعه، وتقولوا لنا يعني الصور دي كانت ايه والقصه ايه ونستعرضها مع بعض. دي اول صوره. دي بطوله طويله اللي فاتت. دي 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 كانت دي دي وراك اللوجو النادي الاهلي صح؟ ودي كان ودي دي دي البطوله السنه دي. لا اللي فاتت. دي اللي فاتت. وانت كنت واخده فيها مركز كام؟ كنت واخده فيها المركز الاول في 5 كيلو مرحلتي، بس مرحلتي مش العموم. طيب الصوره اللي بعديها؟ دي البطوله العربيه 2019. ما شاء الله. كنت كابتن الفريق. كنت واخده اول في ال 200 متنوع، وكنت واخده ثاني في ال 200 فراشه، وكنت واخده ثالث في 400 متنوع. طب اللي بعديها يا جماعه؟ دي بطولة العالم في الطويلة. كانت في هولندا؟ كانت في هولندا ناشئين. كام؟ 20. ال20. طب اللي بعديها يا جماعة؟ دي بطولة بلغاريا كانت تبع النادي الأهلي 2018. عملنا إيه؟ خدت 3 ذهب، 200 و100 و200 فراشة و200 متنوع. ما شاء الله. طب عندنا صور تانية. طب دي؟ دي برضو بطولة دي آخر العربية. واحد. دي فين؟ بطولة عربية برضو. دي اللي كانت في 2018 قلت لي؟ 2019. بس طبعا كورونا بس برضو تاريخ كبير برضو، يعني انت يعني على قد سنك بس ما شاء الله حصلتي على بطولات كتيرة جدا. طب كريم قول لي برضو من الحاجات البطولات اللي انت نزلتها وكنت شايف ان دي كانت بالنسبة لك يعني نقطة فاصلة في مشوارك ايه؟ كانت اهم بطوله طبعا زي ما قلت لحضرتك لما جت الكورونا، طبعا قعدنا فتره في البيت وانا كنت مش يعني كنتش عايز اخد وقت ان انا لما ارجع مستواي يبقى متاخر او حاجه، فكان في التجارب بتاعت الافريقيه دي ودي كانت اقرب حاجه. ودي كنت عايزه تبقى الموتيفيشن بتاعي ان انا ابدا اعوم واحاول ارجع مستواي، وانا برضه ما كانش عندي خبره خالص، انا كنت نازل زيرو اكسبيرينس في الخمسة كيلو التجارب طبعا. فحضرتك بتنافس طبعا ما شاء الله ابطال بقى لها فتره بتعوم السباق ده بالظبط، فهم اصلا حضرتك واقف على الستارت معاهم، هم سابقين حضرتك بخطوتين، هم في بلان اوريدي، فبرضه ان حضرتك بتنزل تنافس دي كانت بالنسبه لي نقطه كويسه ان انا بالظبط. ولما نزلت واديت الحمد لله جبت فيها ثالث ما شاء الله برضه كنت مبسوط. طب خلينا نشوف صورك كده برضه كريم برضه ونستعرضها مع الساده المشاهدين. ورينا كده صور كريم يا جماعه. دي فين دي يا كريم؟ دي كانت قبل ما انزل على طول، دي كانت في شهر 11، كانت بطوله كندا ويست، حاجه زي المناطق كده الجامعات الغرب كلها في كندا. ده كان سباق 400 حره، كنت مركز ثاني ما شاء الله. طيب اللي بعديها يا جماعه؟ لا دي مش واضحه قوي. طب نكبرها شويه يا جماعه. طب دي؟ دي كانت بطوله الجمهوريه اعتقد سنة 2017 قبل ما اسافر بسنه. اعتقد دي كانت 1500 مركز اول ما شاء الله. طب اللي بعديها يا جماعه؟ دي كانت 2016 800 حبه، كانت المناطق دي بطوله القاهره مناطق كان مركز اول الحمد لله ما شاء الله. طب ودي؟ ده محمد عادل. ده محمد عادل. طيب بالزبط. طيب قول لي انت هناك يعني اكيد قبل ما نختم الحلقه اكيد ليك امنيه، فانا احب دايما اسال ضيوفي يعني سريعا كده امنيتك ايه؟ انا مبدئيا البطوله دي جيت على اساس اهم حاجه ان هي كانت مؤهله لبطوله العالم اللي جايه ان شاء الله، ومفروض ان هم بيختاروا اول سباحين اتنين، فان شاء الله يعني لو تم الاختيار كسباح تاني هي دي بقى الخمس شهور اللي جايين الواحد هيبقى عنده بقى تركيز. تعبك مش هروح احضر ان شاء الله. اتمنى ان شاء الله. ان شاء الله. ساره ايه امنيتك؟ بطوله العالم برضو ان شاء الله، بس اتمنى انها ان البطوله اللي انا لسه مخلصاها دي تفتح لي طريق يعني طريق للاولمبيكس ان شاء الله. ان شاء الله امنيتك تتحقق وخليكي فاكره ان شاء الله هتتحقق باذن الله. ساره انا بشكرك شكرا جزيلا، نورتيني وشرفتيني، واتمنى لك كل التوفيق باذن الله فيما هو قادم. شكرا. كريم بشكرك شكرا جزيلا، نورتيني وشرفتيني، وان شاء الله انت راجع بكره كندا بالزبط. توصل بالسلامه ونطمن عليك ان شاء الله. كريم شكرا جزيلا. اعزائي المشاهدين دي كان حلقتنا عن السباحه الطويله، سواء حضراتكم شفتم جهد مبذول، نتائج، كؤوس، كلام ما بيجيش من الفراغ. النادي الاهلي كانت تطلع السباحه، تخش باسكت، تطلع طايره. النادي الاهلي مؤسسه ومنظومه كبيره جدا. كل التوفيق لابطالنا ونجومنا. بشكركم شكرا جزيلا حسن المتابعه، والى حلقه جديده من الابطال.